أولوية رئيس الحكومة والحكومة لحتكون ملف الكهرباء لأنه هذا الملف عنده ثلاث أبعاد البعد المالي أنه بيوفر على الخزينة اللبنانية مليارين دولار بالسنة البعد الإصلاحي هو أنه لا يجوز أن تستمر إدارة مرفق أساسي كالكهرباء بالطريقة اللي عم تصير فيها وهو بحاجة إلى إصلاح اداري وتنظيمي جدي ايضا هناك البعد الاقتصادي لان هناك مؤسسات اقتصاديه مثل السياحه الصناعه حتى التزئه قطاع التزئه بحاجه الى كهرباء واستمرار في تغذيه التيار الكهربائي